معلمون وأساتذة مثبتون ومتعاقبون ومتصاعدون. طفح كيلهم من أمر واحد، السلطة بأشكالها وألوانها وأطيافها كف. كل سنوات قليلة الحكومية تحدد مصير سلسلة رواتبهم ودرجاتهم. نزلت هيئة التنسيق النقابية إلى أرض وزارة التربية للخطوة الاستباقية ليكن معلوما لدى الجميع بمطالبهم. ذاهبون إلى تصعيد ولا إضراب فوري شامل يوم الخميس في 6 أيلول. ممثلو هيئة التنسيق أكدوا رفض اقتراح وزير المالية وانتقدوا أداء جميع الوزراء وكل الحكومة بجميع تأييدهم. معالي الوزير محمد فنيش، معالي الوزير علي حسن خليل، معالي الوزير غازي العريضي، معالي الوزير سليم جريساطي، قدام المسؤولية بكرة إما بنفس الاتفاق إما يواجهوا صرخة الشعب اللبناني. محفوظ كان قد زار السراي الحكومي والتقى الرئيس نجيب ميقاتي قبل الاعتصام في باحة الوزارة في محاولة أخيرة لجس النقطة. هل ستردي الحكومة القطاع التعليمي وتتفادى غضبه بعد